ودي كانت شهادة التقدير بتاعت تارة. مبروك يا تارة. ودلوقتي أحلى التعليقات اللي جاتلي على الفيديو الأخير، كله مكتوب اسمه. جميلة التعليقات، شكرا ليكم، شكرا لذوقكم يا حبايبي، فرحتوني، ربنا يفرحكم يا رب. هسيبكم تشوفوا أسماءكم، هي دي فقرة أحلى التعليقات وكمان الإهداءات. شكرا ليكم وعلى كلامكم الجميل. ميرسي على كلمة أحلى أماني نمبر وان، شكرا، شكرا ليكم. دلوقتي هنعمل سلايم بطريقة عالم أماني. طريقة عمل سلايم شفاف سهل جدا، طريقة مضمونة وممتازة 100%. زي ما احنا شايفين كده السلايم جميل قوي، بقالنا كتير ما عملناش في القناة وصفة من عالم أماني أو طريقة سلايم شفاف من عالم أماني، فقلت النهاردة مش هناخد فقرة أحلى وصفة، هعمل لكم أنا سلايم بطريقة عالم أماني. طريقة إن شاء الله سهلة جدا ومضمونة وكل مكوناتها عندنا، وإن شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. اتمنى رايكم وتقولوا لي رايكم ايه. بالنسبه لاجابه السؤال كانت ضوء، شكرا لكل اللي جاوب، كلكم اساميكم طلعت في الاهداءات وكلكم شاطرين، شكرا ليكم. اول حاجه عندي جل شعر، هاخد كيسين جل شعر بالشكل ده، هفتح الأكياس حالا. هفضي الجل وفضي كيسين جل علشان تديني الكمية اللي شفناها في أول الفيديو. بالشكل ده، وهقلب جامد جدا عشان الجل يفك معايا، ونشوف المكون التاني اللي هنحطه على جل الشعر. طريقة سهلة قوي وبمكونين اتنين بس، مش هستخدم اكتر منهم. المكون التاني غير شفاف او الصمغ بتاع المدرسة، هفضي ازازة الصمغ كلها، مش هخلي ولا حبة منه، بالشكل ده، واقلب كويس جدا جدا. التقليب هنا مهم قوي قوي علشان يديني سلايم شفاف مضمون نتيجته 100% ان شاء الله. ممتاز، شايفين، لاحظوا وانا بقلب الصمغ مع جل الشعر، هتلاقوه بحط هنا بقية الإزازة، بشوف كده عشان لقيت فيها حبة صغيرة عشان أضمن إن الكمية معايا
هتطلع لي سلايم كويس بالشكل ده، وقلب كويس جدا جدا. اقلب جامد قوي. شايفين؟ هتلاحظوا ان السلايم ابتدى يتكون معايا، بس لسه برضو مش سلايم اقدر امسكه بايدي. ودلوقتي هنقول السؤال بتاع الحلقة. شايفين؟ ابتدى يتكون معايا سلايم تحفة جدا بجد. ما هو الشيء الذي يملك رجل واحدة وثلاث عيون؟ بنقول فوازير جميلة جدا. ايه هي الفزورة؟ نقول تاني. ما هو الشيء الذي يملك رجل واحدة وثلاث عيون؟ يعني رجل واحدة وثلاث عيون. ايه هو؟ اتمنى تشوفوا الفيديو كله للاخر علشان ما تنسوش تجاوبوا. شايفين السلايم اتكون معايا بقى عامل ازاي؟ لونه رائع، ما حطيتش اي لون علشان الناس اللي بتشتكي اني ما عندهاش الوان. ده لون الجل، جل الشعر اداني اللون ده، طبيعي وشفاف وتحفة جدا. يا رب الفيديو يعجبكم والطريقة تكون سهلة عليكم. ما استخدمتش اي مكونات خالص، زي ما انتوا شايفين هما مكونين اتنين بس، وهلعب بيه وهترقع زي ما احنا شايفين كده. بجد جميل قوي قوي. عايزة اقول لكم ان الكمية كانت اكبر من كده واتخطفت مني دلوقتي. يا رب يعجبكم ان شاء الله الطريقة حلوة قوي قوي. كده قلنا السؤال. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة، وفعلوا الجرس لو لسه ما اشتركتوش، وفعلتوا الجرس عشان يوصلكم اشعارات الفيديوهات الجديدة. في حاجة نسيناها ولا لسه؟ بالنسبة للي ما خدتش وصفاتهم، ان شاء الله الفيديو اللي جاي هاخد الوصفات، بس كان لازم اعمل لكم الطريقة دي بطريقة عالم اماني. ان شاء الله تحبوها وتبقى سهلة عليكم. وان شاء الله بالنسبة لفقرة احلى التعليقات دي بتكون هي هي فقرة الاهداءات، لاني بجيبكم كلكم فيها، واي حد ما شافش اسمه يقول لي علشان احطه في الفقرة اللي جاي، الفيديو اللي جاي ان شاء الله. متقلقوش خالص، الكل في عالم اماني كسبان، هتكسبوا كلكم ان شاء الله. ما تنسوش لايك يا حبايبي للفيديو، وفعلوا الجرس. سلام عليكم.